السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم يا أحبابي في قناة نشرة سريالي. هذا اليوم أولا قبل ما نبدأ نعتذر لكم على التأخير، هذه المرة تأخرت عليكم شوية نظرا لبعض الظروف العائلية، لذلك هذه الظروف منعتني شوية أني نجيب لكم شيء جديد. قررت أني نعود لكم وصفة بطاطا فليو اللي في الأصل النهار اللي درتها العام اللي فات حصلت لها بعض المشاكل التقنية، دونك يعني لا غوسيت نيتي با تري تري بيان بريزونتي اون فان دو كونت، دونك قررت اني نعاودها ونحطها او ميم طون. راح يمد لي شويه وقت باش نجيب لكم غير جديد ان شاء الله. اذا اللي ما شافوش الوصفه والبنات اللي ما يعرفوش بطاطا فليو الاصليه التقليديه هايليك، دونك ان شاء الله تستفدوا معنا وتتعلموها. الفليو يا حبابي هذا هو، دونك سا سابيل اون فرونسي لو بوليو، على بالي الناس قبيل كانت يقولوا له فليو، المناطق الاخرى تاع الجزائر ما على باليش كيفاش يقولوا لها. المهم هذه هي لا بلانت، هذه هي تنتباع عند مالي الحشيش والمعدنوس، وها وقتها تروح رايحه منا حتى وقت الربيع، وقت البطاطا، وقت هذا الطاجين البنين الهايل. هاوليك البنيوتات اللي ما يعرفوش، هاوليك كيفاش تتنقى الفليو. العسلوج هذاك ما يندارش، يتنقى لي في كيما راكو تشوفوا كيما راني ندير فيه، وداك الرويص يتنحى باسكو فتي لي جون بوس هذوك يتنحاو يتقطعوا كاريمون. دونك فوالا اللي ما تعرفش هايلك بنتي كيف تقطعي تقش عفوا كيفاش تنقي الفليو، يتنقى كامل. انا هنايا راكو تشوفوا درت ابري واحد 3 ربطات، عمري ما ندير ربطه فليو، يعني امي معلمتنا هذا الشيء. الفليو حنا نديروه بزياده، اون بو دير ميم فليو بالبطاطا، دونك نديرو او موان او موان 2 ولا 3 ربطه فليو، ما لا تفي بالغرض باسكو دوك تشوفوا يدوب يولي ما فيه والو. نقطعوه كامل، يتشلل بالطبع كي السلق، يتشلل بالطبع ونحطوه، ومن بعد بجهه هاوليك محطوط في الكاس راهو يتصفى. نروحو نديرو الوجدو الدرسة تاعنا، دونك فوالا هاوليك راهو منقي مشلل لاباس عليه، راهو يقطر بجهة لو طون يجي وقتو. إذا نروحو نديرو الدرسة، عندنا راس توم كيما راكو تشوفو منقي هاوليك بالطفليو، تحب التوم و فلفل القناوة أني كنت شمختو كيما موالفة، شمختو في الماء سخون هرستو شوية، و العكري كيما راكو تشوفو بطماط كونسونطخي الملح اي فوالا سي تو، والزيت طبعا احنا ندير شويه زيت شويه زيت زيتون. اذا هنايا راكو تشوفوا بون هايليك البطاطا حوالي كيلو 1 كيلو بوغ 1 كيلو، ديروا هادو كيما قلت لكم من زوج حتى ثلاثه ربطات فليو، سيرتو الا كانوا ربطات صغار ديروا اربعه ما فيش مشكل. دونك هنايا نبدا نهرس هذيك ندرس التوم تاعي مع بون هنا في الكحل اللي حبي يدير. دونك هنا بديت ديجا محقت شويه هذاك الفلفل القناوه ودوق، نزيد نكمل ندرس الثوم. على بالكم هذاك المهرس قلت لكم شويه ابوبري كان شويه فراجيل، دونك راني نفكر لازم نجيب واحد تاع النحاس، لازم نجيب نشوف من دارنا ولا نجيب واحد تاع النحاس باسكو هذا ما شويه فراجيل. الوغ الثوم الملح نديرو درسه بطبع، البنات اللي ما عندهمش مهراز معليش رابيو الثوم وديروا الهريسه في بلاصه فلفل القناوه ولا العكري هذاك الفلفل الحار هذاك دريس اون بودغ ثاني طبعا يفي بالغرض، هي تجي شويه حاره البنات. اوكي فوالا انا كملت راني درست، فوالا محقت كلش كوم توجور دائما في الدرسه نحلو بشويه ماء قليل من الماء. فوالا هذه توجور القاعده تاع الدريس، ونروح نوجد التقليه تاعي. الوغ طبعا البنات البطاطا فليو كيما البطاطا شتتها يحبوا الزيت، ما ديروا ليش مغير فاوله زوج، انا قلت لكم شحال من مره في لي غوسات التقليديه للوصفات التقليديه تاعنا هادو يحبوا الزيت يحبوا التغمس. دونك الا حبيتوا البلا يجي شباب ويجي ما يجيش مسقع هكذاك وما يجيش كومون دير مزرقط لازم ديروا الزيت بزياده، ما تستغربوش. شوفوا هنا اني درت ها، ومن بعد من بعد راني نزيد شويه زيت الزيتون، لازم تجي زيت بزياده باش تغمسوا بالطبع. هاني زدت من زيت الزيتون هنايا بور لومون درت اون كويير، بصح من بعد راني حنزيد حتشوفوا راح نزيد. هذه هي التقليه توت سامبل، وراني حنزيد هنايا العكري الحلو، قلت لكم الا ما عندكمش الدرسه ديروا هذا الحلو وديروا العكري الفلفل الحار اون بودغ هذاك ولا اون بون كويغي تاع هريسه على حسب الذوق طبعا، ما تجي مليحه تجي شويه مسكه كيما نقولوا ما تجيش فاد هكذاك.
Voilà, donc la tomate concentrée, une bonne cuillère, voilà. هذه هي. Voilà, يتحرك الكل. بطاطا فليو البنات ما يندولهاش بزاف لي سيبيس، ما يندولها كمون، ما يندولها كرويه، ما يندر والو. راكو تشوفوا شويه عكري برك، شويه حر بيان سور، باسكو الفليو هو اللي راح يطلق البنه في هذا البلاو فات. داكوغ، يتحط كلش فوالا، يتقلى بالعقل. شوفوا شحال تشبع لاصوص، نقليها غير بغرضها بالعقل. اونتخ طون راني نقشر في البطاطا ونقطعها دوائر كيما راكو تشوفوا هنايا. فوالا تتقطع دوائر، ماشي خشن بزاف، ماشي رقيقين، ما ديروش رقيقين باسكو سينو يتحرحروا. فوالا لاصوص تاعي تقلات شويه، هايليك يعني تحسوا تجيكم الريحه تاع الثوم تطلع لك، تطلع لكم، ما تخليوهاش تنحرق. فاصون كما درنا الماء هذاك درناه في هذاك المهيرز، دونك هذاك الماء تاعو يعني يمنع انه لي زيبيس والتوابل والثوم يتحرقوا. الوغ نبدا غير بالعقل هكذا، نقلب البطاطا تاعي باش تتشرب مليح هذيك التقليه، تدخل فيها تبنان قبل ما نمرق. هاد المرحله تري امبورطونت باش تحصلوا على بطاطا بنينه. بالكم دي فوا دي فوا نطيحوا في بطاطا صامطه، يعني ما الا كانت صامطه ديرولها واش ديروا يعني، سي ديفيسيل شويه. وجي سورتو الا كانت سانجه هذيك يعني الله يهديهم يعني يبيعوا لنا دي نيمبورت كوا. مي بون، مي دي فوا تجي شابه هذيك تاع التراب، تجي هايله. دي فوا يجيبوا تاع الصحراء هذيك ثاني كاني مانيفيك. المهم ماشي تاع فريجيدار برك. فوالا نقلي بطاطا تاعي غير بالعقل، ناخذ وقتي، خليوها بتي فو، ما تزيدولهاش الفرنو، ما تزيدولهاش، ما تقويوش النار. مولو مولو جو برون مون طون ونقليها بطبعها وشانها، نزيد الملح على بالكم البطاطا السمطة. فوالا يعني تقريبا نفس الفكرة اللي شافوا تبعوا معايا وصفة البطاطا بالسلق، تقريبا نفس الفكرة برك. بطاطا تاع شتتها بالسلق درنا لها الكمون. فوالا بعد مرور واحد العشر دقائق ولا هايليك، شوفوا هنا كنت زدت شوية ما، فوالا فوالا هنايا قليتها غير بالعقل، كنت نزيد غير بالعقل غير بالعقل. جو بونس جي سوتي اون تيتي تاب هنايا في الاخر، كي كنت ندير في المونتاج يعني مرقت من بعد، مرقت بصح غير شويه كيما راكو تشوفوا هاوليك، غير بالعقل. مولو مولو ما نكثروش الماء، ردوا بالكم سي اون غوسيت تري سونسيب، ما ليقش الماء باسكو مازال الفليو يطلق الماء ديالو. كي البطاطا ديالنا دخلها نص دياب، ماشي نص دياب، حوالي 8% دياب هكذاك، دوق تكمل نرميو كامل هاد الفليو. ما تقولوش بزاف ولا فوزالي فواغ، دوق يتشربوا كامل المرقة، مام هذاك الزيت ما يبانش، فوزالي فواغ يدبل كلش ويدخل في بعضه بعد. سي بوغ سلا قلت لكم البنات ربطة وحدة ما تكفيش، حنا نديرو حنا في عائلتنا هكذا، لازم تكون نص بنص ونديرو بزيادة ويبان هذيك الخضورة تبان وتشموا الريحة وتولي الدار تعبق. الله الله بالفلي ونهار بطاطا فليو الدار كامل تريح. دونك مع ليفير مع لو فوا فرانشمون سي سي ان كغون شارم. فوالا لو طون غليا زوج، الفليو ما فيهش الروح. هنايا نعاونو نزيد ندخلو بيان في هذيك لاصوص تاعي. فوالا غير بالعقل، هاكو تشوفو ديجا بدا يحبط لو فوليوم، شفتو كيفاش كان غونفلي وكدا ملاه، ها هاو كيفاش ولا، ومازال يزيد يهبط، مازال يزيد يدبل وتولي يولي فيه غير القيمة يعني. فوالا نزيد نغلق عليها. بون هنايا شفت حسيت بلي نشفت لي شوية، فوالا زدت ان بتي بو يعني. وعمركم تخلطو يعني بالمغيرفة هكداك، شوفو هزو غير هاديك الطنجرة هكذا بالعقل. فوالا هنا راني نشوف لو نيفو تاع الماء، راني نعس باسكو ما بقالوش، ما بقالوش حتى 5 دقائق ولا يدبل هذاك الفليو، يكمل يدبل وخلاص. فوالا هايليك، شوفوا الفليو كيفاش ولا، شوف ايماجيني درتو ربطه وحده، ربيطه ماشي ميم با ربطه، راهم غير يشحوا غير ينقصوا في الفوليوم تاع الرباطي. دونك بو فوايي كو الوغ ليتاب لا ديغنيغ ايتاب هادي، نسيت ما وريت لكم شو المقادير. ولاد الدجاج ديروا حبه ديروا زوج كيما حبيتو، انا هنا الطنجره تاعي شويه واسعه دونك حبيبه ما تكفيهاش.
تزيدو فوق الوجه هكذا، فوالا هذه هي. غطيوه واحد دقيقة ولا زوج، قيس معايا ياخذ الوجه هذاك ولا الدجاج ياخذ الوجه ويطيب، والبلا تاعنا راهو تقريبا وجد. فوالا هذه هي. اللي حاب يزيد زيت زيتون هذه اللحظه، اللي حاب دي فوا قبل ما نفقس ولاد الدجاج ندير شويه زيتون، زيت زيتون عفوا. فوالا شوفوا كشاي مجمره. اللي ما تعرفش كيفاش تدني الطنجره بجهه كما قلتها لكم اشاك فوا، دني الطنجره خرجيها نحيها على النار وشوفيها كي تكون تكتك وحدها هكذا، كي تحبس من الغليان يبان لك اسكو شربت اسكو ما شربتش. مي البنات هذا الطويجن لازم يشرب، يقعد غير في زيتو، هذا هو لو شارم، سينو تجي صامطه. فوالا نروحو دوق نسقيو. الله الله بطاطا فليو تاعنا. فوالا اكشتو سهله مهله ما فيها والو. لو برينسيپ تاعها سي ما تكثروش الماء وديروا لها زويته. شوفوا الزيت اسكو يبان، شوفوا حبابي اسكو راهو يبان هذاك الزيت، اي بورتو عندي ما درت فوايي ما يبان والو باسكو الفليو يشرب والبطاطا تشرب تو سامبلومون. هايلك دوك مازال تتحط شويه من بعد هذيك الزويته تاعها تبان. فوالا مي شيغ زامي هذه هي بطاطا فليو تاعنا، وصفه الاصليه تاع امهاتنا تاع جداتنا البنينه بزاف، راهو وقتها بروفيتيزون نيزيتي با لا فير ا لو فير. فوالا ان شاء الله تجربوها وتعطونا رايكم كيما مر فينا كو تجربوا. بنات كاين بزاف راهم يجربوا في وصفاتي وراهم يقولوا لي الحمد لله يا رب، يعني هذا هو كيما نقولوا اوبجيكتيف تاع فوالا. ما تنساوش لي ميور شوز سون توجور لي بلو سامبل. فوالا شازيت الزيتون الله الله والصحي. على فكرة كاين واحد سوب تاع الفليو تانيك حسوة نسيت اسمها يا الله، نديرها لكم إن شاء الله. تانيك مليحة في فصل الشتاء ومليحة للزكام، نديرها لكم بيانتو إن شاء الله. ما تنساوش لي ميور شوز سون توجور لي بلو سامبل، ومعا للمحافظة على التقاليد. السلام عليكم.